لم يقوم بإجراء عملية تحويل مسار لمريض بيعاني من أنيميا. ما ينفعش تجري جراحة لمريض الهيموم بتاعه أقل من 10. عملية تحويل المسار العلم بيقول إن ليها مقاسات معينة، إذا تم تغييرها تفشل العملية وتسوء النتيجة. إحنا مش بنعمل جيب من المعدة أي جيب، مش بنعمل تحويل أي تحويلة، مش بنعمل أي مقاس. لا يمكن العملية تنجح لو كانتش الحاجات دي معمولة بشكل مظبوط. الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم، أستاذ جراحة السمنة بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس مجموعة جراحة السمنة بالقسم المصري لكلية الجراحين الأمريكية، سكرتير عام الجمعية المصرية لجراحات السمنة. أهلا بكم. هناك أسئلة كثيرة تدور في عقول من قاموا بعمليات السمنة من قبل أو من قاموا بها في فترة قريبة أو من فترة بعيدة، هل هيصوموا في رمضان ولا مش هيصوموا؟ طب لما يصوموا هيصوموا ازاي؟ طب الحلويات والكنافة والقطايف والحاجات دي ومغرياتها وما أدرك ما هذه الأشياء، وده شرح لكريم. وطبعا الكلام هنا بقى هتلاقي فيه يعني نبرة تخلي الدموع تفر من عينك، يعني ما ينفعش يا باشا ابقى قاعد قدام القطايف واقول لها لا، القطايف دي ما يتقلهاش لا، وكنافه ده في كنافه ما يتقلهاش لا خالص. الحوار مثير جدا اليوم، وطبعا فيه الكثير والكثير من المعلومات الهامه جدا اللي تهم كل مريض سمنه، وايضا من هو في نيته انه يقدم على اجراء عمليه تحويل مسار او تعقيم معده في الشهر الفضيل. يعني خلاص هو بقى قرر ان الشهر ده مناسب ربما لظروف عمله، ان هو مناسب لاجراء العمليه، كيف يتعامل مع هذا مع هذه العمليه في هذا التوقيت الهام جدا. اسمحوا لي ان ارحب بالقمه العلميه الكبيره واسم الكبير في عالم جراحات السمنه، وطبعا شرف كبير لي لينا ان احنا يكون عندنا ضيفنا الكبير استاذ دكتور احمد ابراهيم. اهلا بك يا دكتور. اهلا ابراهيم، ازيك؟ منور الناس الحلوه، كل سنه وانت طيب. الله يخليك، كل سنه طيب، وكل سنه وكل المشاهدين بخير، وكل الشعب المصري والعربي والشعب الاسلامي والمسلمين في كل مكان بمناسبه شهر رمضان الكريم. طبعا ده شهر كريم، واكيد في اسئله كتير فعلا بتدور في اذهان الناس، بتوعنا نحب ان احنا نوضحها. في شهر رمضان الناس اللي عملت عمليات عايزه تصوم، هتقدر تصوم ولا ما تصومش؟ طبعا تقدر تصوم. ما عندناش اي مبرر المريض عامل جراحات سنه مفرطه انه ما يصومش في رمضان، الا في الفتره الاولانيه اللي هي بعد العمليه على طول. ليه؟ امتى نسمح للمرضى انهم يبداوا يصوموا رمضان؟ انا في رايي ان هي لا فتره لا تقل عن اسبوعين بعد العمليه. المشكله ان احنا عندنا في رمضان فتره الفطار حوالي تقريبا 8 ساعات وحوالي تقريبا 16 ساعه فتره الصيام. الفتره الاولانيه اللي هي اول اسبوعين او حتى كمان بعض الاوقات توصل ثلاث اسابيع من العمليه، المعده ستكون ما زال فيها شويه ورم نتيجه الجراحه والتدبيس والغرز والحاجات اللي احنا عاملينها. وبالتالي الكباستي بتاعتها او حجمها سواء كان في التكميم او في التحويل بيبقى في حدود تقريبا 150 الى 200 سنتي في الساعه، يعني دي القدره المريض يقدر يشربها عن طريق الفم. بما ان احنا محتاجين في اليوم على الاقل 1500 سنتي، ده في وضع غير لو خرج بره وفي حر وفي عرق، ده كمان هيبقى فيه فقدان للميه اكتر، وبالتالي يحتاج يعوض كميه عرق اللي فقد. لو افترض ان هو لا قاعد في البيت وقاعد في جو ما فيش فيه عرق مبالغ فيه، يعني ال 500 سنتي اليوميه اللي احنا دايما بنحطهم في حساباتنا، يبقى هو محتاج تقريبا في حدود حوالي 1500 سنتي. عشان يقدر ياخد هذا الموضوع بمعدل اللي هو في 8 ساعات، يعني لازم يكون وصلنا ل 200 سنتي في الساعه او اكتر. وده هنقدر نوصل له بعد اسبوعين مثلا من التحويل او ثلاث اسابيع من التكميم. في الفتره الاولانيه احنا المعدل بتاعنا بيكون حوالي 100 سنتي في الساعه، 120 ونطلع بيه لحد 150 وبعدين نوصل لحد 200 الى ان يقدر يبدا ياخد 200 سنتي في الساعه او اكتر، فهي دي اللحظه اللي احنا نسمح له فيها بالصيام. انما برضو مهم جدا ان احنا نراعي في دول حاره زي اللي احنا فيها ان المريض لازم في الفتره اللي هي يعني اسبوعين او ثلاثه اللي بعد اول فتره يسمح له فيها في الشرب، انه لازم يراعي برضو انه كميه العرق اللي فقدها لازم كميه فقط لا تقل عن 1500 سنتي في اليوم،
وهتزيد لو في عرق. وانا دايما بحب انصح المرضى بتوعنا انهم دايما يراقبوا لون البول، لان دي حاجه مهمه قوي. كل بول ما يبقى لونه فاتح معنى كده ان احنا في مرحله السوائل فيها اوكي، يعني مش محتاج ان هو يعمل مجهود عشان يحافظ على السوائل. انما اول ما السوائل لون البول يبدا يغمق يعرف انه عنده مشكله في السوائل. انما مثلا هل من الوارد لانسان عمل عمليه بقى له اكثر من 3 اسابيع انه يضطر يفطر في رمضان؟ او لو مثلا بعض المرضى مثلا يعني جات لي مريضه وقالت لي انا بعد الفطار نمت ما صحيتش غير على السحور ما شفتش حاجه خالص، خلاص انا ينفع اصوم؟ لا طبعا، احنا هنسمح للمرضى بتوعنا في الفتره الاولانيه اللي هي اول 3 شهور بالصيام بشرط من بعد اسبوعين من العمليه او 3 اسابيع لحد 3 شهور بشرط ان هو يبقى عارف ان احنا محتاجين منه يشرب 200 سنتي كل ساعه اثناء 8 ساعات بتاعه الفطار. بعد 3 شهور الامور بتكون استقرت، ما بقاش عندنا احتياج ان احنا ندي المريض بتاعنا جرعات صغيره متتاليه من السوائل. بالعكس احنا بنكتفي بالثلاث وجبات الاساسيه، فطار وغدا وعشاء واثنين سناكس صغيرين في النص او وجبات خفيفه في النص، وبالتالي في المرحله دي يسمح بالصيام بدون اي ملحوظات. انما رمضان برضو له طبيعه خاصه، صحيح طبعا هي المفروض انها تكون طبيعه روحانيه اكثر، انما الشعب المصري او يعني الشعوب العربيه ان جنرال نجحت انها تحط بعض التقاليد الغذائيه في رمضان. برضه دي حاجه روحانيه جميله برضه، ودي برضه حاجه بترفع روح الروحانيات ترفع الروحانيات. هل مسموح ولا ممنوع؟ هنقسمهم بقى، يعني هنا هنبدا في اختلافات شويه ما بين التكميم والتحويل. احنا كلنا عارفين ان مرضى التحويل عندهم حاجات ليها علاقه ب حاجه اسمها الدامبنج، اللي هو لما المريض ياكل كميه سكريات كبيره اكتر من 30 جرام سكر ممكن يبدا يجيله مجموعه من متلازمه من الاعراض، تبدا اول بغثيان ودوخه وهبوط وعرق ونبضات قلب تبقى سريعه شويه وحاله من الهبوط كده بتقعد لها حوالي تلت ساعه ونص ساعه. ودايما الجهاز الهضمي بيبقى عنيف جدا لو كان فاضي. يعني اسوأ حاجه عندنا في مرضى التحويل ان هو بعد فتره صيام مثلا 16 ساعه الجهاز الهضمي ما دخلوش اي سوائل في ال 16 ساعه اللي فاتوا، ويبدا يشرب اول حاجه يبدا يشرب مثلا قمر الدين او كركديه او اي حاجه من الحاجات اللي هي ما شاء الله فيها كميات سكر كبيره. دي حاجه من الحاجات اللي احنا لا ننصح بيها المرضى بتوعنا تماما، ولازم نتوقع ان هو انها هتبدا يظهر عليها اعراض مثلا العرق والهبوط والدوخه والوش تلاقيه احمر وزنهر، دي كل دي اعراض اسمها مرض الدامبنج. وعشان كده دايما بننصح المرضى في التحويل بالذات ان هو يبدا الاول الاكل بتاعه على حاجه خاليه من السكريات. امتى يبدا يدخل السكريات؟ بعد ما يبدا الاكل يخش جوه الجهاز الهضمي الاول، يعني لازم ياكل الاول وبعدين بعد كده يبدا ياكل. عشان كده دايما مثال مثلا ان حد خلينا السكريات تنصحه بايه؟ يعني مثلا انا انصح كل المرضى عاملين تحويل ان هو يعني شهر كريم ويقدر ياكل حلويات كنافه مربع مثلا 5 سم في 5 سم، هو كمان مش هيقدر يحب كميه اكتر من كده. 5 سم في 5 سم مربع 5 متر في 5 سم. يعني برضه في ناس بتتعامل مع المواضيع تعامل وحش قوي قوي. يعني يقدر ياكلها انا في رايي بعد الساعه 11 بالليل، تمام؟ يعني بعد ما يكون خد الوجبه بتاعته واهتم كمان بالسوائل، لان احنا مهتمين برضه نشرب سوائل كتير، يقدر يبدا ياكل الحلويات بعد الساعه 11 12 بالليل مش قبل كده. ونفس القصه برضه على الاسوء من الكنافه عندنا اللي هو الحاجات السوائل اللي هي التمر الهندي والقمر الدين والمجموعه اللي هي فيها سكريات عاليه. انا برضو بكاميرا تاني ان انا بحذر اي حد عمل التحويل بالذات من انه يكسر صيامه على حاجه مسكره، لان ده لو هو هيعمل كده لازم يكون قاعد في البيت بقى، يعني قاعد في البيت معهوش يعني مش مع حد، مع مثلا واحده عازمه ضيوف مثلا ما ينفعش انها تعمل حاجه زي كده، او هي بتفطر بره البيت اكيد لا ينصح انها ما تفكرش تمد ايدها على اي حاجه مسكره في الاول.
هل ده وارد يحصل للتكميم؟ اه وارد، رغم ان التكميم ما فيش فيها تقليل امتصاص ولا فيها توصيله، الا ان حجم الجيب الصغير. احنا دايما بنعتبر ان عمليه التحويل عمليه الضغط فيها داخل المعده منخفض عشان في تحويله. عمليه التكميم الضغط داخل المعده مرتفع عشان في العضله القبضه. لما يشرب سوائل كتير بسرعه في بعض الاوقات، مش بالضروره يحصل ده مع كل المرضى التكميم، انما في بعض الاوقات وخصوصا في المقاسات الصغيره اللي احنا بدينا نميل نعملها الفتره الاخرانيه، ان احنا بنصغر شويه حجم الجيب بتاع التكميم. فده بيخلي كمان قدره الجسم على انه ينزل السوائل في الجهاز الهضمي بسرعه، وهي دي الكي فاكتور. فهل مرضى التكميم ممكن يشتكوا من اعراض زي اعراض الدامبنج بعد الفطار؟ اه ممكن، وخصوصا بعد فتره صيام طويل. فتره الصيام الطويله بتخلي الجهاز الهضمي حساس قوي ناحيه امتصاص اي سكريات، فبيمتصها بسرعه جدا، وده اللي بيعمل الدامبنج. فالمعلومه دي تهم اكتر مرضى التحويل، تما تهم برضو مرضى التكميم في حلول معينه، وخصوصا نوع معين من او التكميم اللي عاملين جيوب صغيره، وهي تقريبا اللي احنا بنعملها بقالنا اكتر من سنتين او ثلاثه، الجيب الصغير شويه. الدامبنج ده ما تنسوش يا جماعه، اللي هو عمليه بيحصل فيها حاجتين ورا بعض، بيحصل نقص في السوائل اللي في الجسم بشكل مفاجئ، هايبوفوليميا الاول، وبيحصل بقى انخفاض في ضغط الدم وعرق وبتاع، وبعدين بعد كده هايبوجلاسيميا، السكر نفسه بيبدا ينخفض بعد شويه في الجسم، بتبقى كويسه ضربات القلب السريعه. اه وبرضه هنصح كل الناس اللي جالها دامبنج انها ما تعملش اي حاجه خالص. هو يروح في خلال 15 ل 20 25 دقيقه، وخصوصا الجزء المتعلق بالهايبوفوليميا اللي هو اللي بيبقى دايما اوضح شويه، او الناس بتبقى يعني ايه مركزه فيه اكتر شويه. فده انا هنصح يعني، طبعا اسوء حاجه ان واحد يجي له دامبنج ويجيبوا له كوبايه ميه بسكر. كده هيزودوا الضغط. ده كده هيزودوا، هيدخلوا برضه في نقص سوائل ثم نقص سكر بعد كده. اي حد عامل تحويل مسار او تكميم وحصل له دامبنج في رمضان، براجع بس ان هو يقعد لمده 15 دقيقه بكتير قوي، لو حب يرفع رجليه على كرسي قصاده يبقى حاجه لطيفه، بس الظروف ما سمحتش مش مهم، هي تروح في كل الاحوال بعد 15 20 25 دقيقه. هو بيتعلم بعدين وما ياكلش حاجه مسكره بعد جزء ولا كده. ودي يعني حتى المرضى بتوعنا اللي هم احنا طبعا ما بنسمح لهمش ان يجي لهم دامبنج، ان احنا دايما بنحذرهم انهم ياخدوا سكريات اكتر من 30 جرام. انما طبعا في رمضان دي هي دي الموسم بتاع الدامبنج بتاعنا، يعني كل العيانين حتى اللي ما شافش الدامبنج قبل كده، ان في عيانين يعملوا التحويل بقاله مثلا 10 شهور ما حصلهمش دامبنج خالص، لان هو الدامبنج ده بيحصل فقط مع اكل السكريات السائله اللي فيها سكريات عاليه قوي وبسرعه. فدايما حتى المجموعه دي كمان بتبدا تشكي من الدامبنج في رمضان. طيب ده بالنسبه لي سكريات. بالنسبه للاكل نفسه، هل المريض بتاعنا بعد التكميم او التحويل هيقدر ياكل عادي؟ اه هياكل عادي، بس انا برضو لازم افكر الناس بان احنا عاملين تصغير، يعني التكميم عملية قائمة أساسا أو فقط على تصغير المعدة، والتحويل مكون أساسي فيها هو الجيب بتاعنا. والمعدة دايما عضو ربنا خلقه ملوش حجم ثابت، يعني دايما بيتمدد وينكمش، يتمدد وينكمش. وده احنا حتى بنلاحظ في الأوقات في المرضى أو الناس اللي ما عملوش عمليات، أو حتى المرضى بتوعنا قبل ما يعملوا العمليات، دايما في أول يوم رمضان كميات الأكل مهولة جدا، وانت متخيل ان المغرب هيبدا من هنا، وانك انت هتنسف نص الاكل ده، تشوف انك انت ما عرفتش، انك انت ما قدرتش تاكل غير يمكن اقل يوم هتاكل فيه هو اول يوم رمضان. في رمضان ليه؟ لان فتره الصيام الطويله دي خلت المعده كمان حجمها ينكمش شويه، فبالك بالمعده اللي احنا مصغرينها ديفنتلي او اكيد بعد فتره الصيام هتنكمش شويه. عشان كده دايما بقول للمرضى بتوعنا ان احنا بنحب سيستم تاني مختلف شويه عن السيستم اللي احنا متعودين عليه في رمضان، وهي اقرب الى السيستم اللي بيعملوه الاخوه في دول الخليج، اللي هو دايما بيكون الفطار حاجه خفيفه، واكبر اساسيه بتكون بعد صلاه العشاء. احنا برضو يعني دايما بنحب هذا الموضوع في التكميم وفي التحويل، لانه دايما بدايه الاكل بعد فتره الصيام هتبقى صعبه، انما لو اقتضى الامر نتيجه ان الاعداد بتاعتنا، فاحنا بننصح بالترتيب الاتي. اول حاجه ان المريض بتاعنا لازم يشرب حاجه دافيه في الاول، لو في شوربه قليله الدسم تكون لطيفه، لو مفيش ينسوا النعناع، اي حاجه من الحاجات اللي هي ما فيهاش سكر كتير، ولازم يستنى شويه. عشان كده بنصح ان هو يشرب الشوربه وبعدين يروح يصلي المغرب. وهو بيصلي المغرب بنتمنى ان هم يطولوا شويه في الصلاه، يعني ما يرجعوش على طول، نصلي في جامع بعيد. اصل جامع بعيد، او يعني يدعي شويه بقى، ده موسم يعني شهر الكريم وباب السماء مفتوح، ودعوات في مستحب مستحبه يعني
المهم انه يبعد شويه حوالي ما بين 20 دقيقه ل 30 دقيقه من الشوربه الى بدايه الاكل. لما يبدا ياكل لازم يتاكد ان اول قطمه هتخش بقه لازم تكون حاجه لينه، يعني لو هياخد بروتين لازم يكون متاكد ان البروتين ده طري جدا وممضغ ومضغه كويس قوي ومقطعه حتت صغيره علشان يبدا يعمل توسيع او يعني يعمل توسع للاستنشن يساعد على ان المعده تبدا تتقبل كميه الاكل. لو حصل ان هو اكل بسرعه وقطعه لحمه ما كانتش ممضوغه كويس او حاجه ونزلت في الجيب فخدت حيز كبير من الجيب بتاعنا وبالتالي بدا هو يحس ان هو لا مش قادر، فقط قلت له انه يوقف اكل في المرحله دي، ما يضغطش على نفسه او ما يحاولش يكمل اكل تاني خلاص، واحنا لا ننصح ان هو يحط ايده بقه ويرجع خالص. فقط قلت له ان هو يعني لو كده يوقف اكل في المرحله دي، هي تظبط نفسها بعد فتره حوالي يمكن 5 دقائق 10 دقائق، ممكن توصل حتى ابطو لو هي قطعه لحمه كانت مش مستويه قوي ممكن تقعد لها ابطو نص ساعه او 20 دقيقه 25 دقيقه عبر ما تبدا الجسم يبدا ان هو يعدل من وضعها ويبدا ان هو يحرق. فلو حصل في بدايه الاكل ان هو رجع يوقف الاكل بتاعه لمده 10 20 دقيقه وبعدين يبدا يحاول ياكل تاني، او هو هيحس هيجي له هذا الاحساس بان الحته اللي كانت واقفه بدات انها تتحرك لتحت. مهم جدا كمان بالنسبه لنا هو في كل العمليات بتاعتنا، هي مش بس في التحويل والتكميم، وفي كل العمليات احنا دايما بنحب كل العمليات بتاعت تقليل الوزن قايمه في جزء منها، سواء كان ده الجزء الاساسي او جزء من العمليه، انما جزء مهم جدا هو تصغير المعده. طب هو المعده اساسا ربنا خلقها ليه؟ المعده ربنا خلقها لي يعني كذا حاجه مهمه، انما من ناحيه الاكل بقى في حاجتين مهمين. اول حاجه ان هي بتهضم بعض انواع الاكل اللي يعني احنا المعده بيخشها الاكل اشكال والوان، لحمه، بانيه، فراخ، سمك، اي حاجه. لان اللي بيطلع من المعده ما بيطلعش زي ما دخل، بيطلع على شكل عجين او يعني بيست. وبالتالي المعده هدفها الاساسي هو تحويل اي نوع من الاكل يجي الى حاجه قابله ان الامعاء تشتغل عليها بقى الهضم والامتصاص. اصعب حاجه في الهضم او بتاخد وقت دايما هي الحاجات اللي فيها الياف صلبه، وبالتالي اللحمه والفراخ هم دول اصعب حاجات في الاكل. لما نبدا نصغر المعده كمان ده حقيقه بيكون اصعب شويه. انما احنا من كل العناصر الغذائيه دي النشويات لو وقفت خالص ما عندناش مشكله، ان معظم حتى اللحوم كمان فيها نشويات، الدهون طبعا يعني يسحب تماما انها تقف تماما، لان حتى الاكل حتى اللحوم كمان فيها نسبه من الدهون. انما الحاجه الوحيده اللي احنا مهتمين جدا بحسابها بعد العمليه هو كميه البروتين في الاكل. لان البروتين معناه فيتامينز، والفيتامين دي اسينشال ودي مهمه جدا. فيتامينز وبروتين نفسه خلاص، لان احنا عندنا في حاجه اسمها بروتين انرجي مال نيوتريشن او نقص التغذيه غير سليمه يتبع نقص البروتين، ودايما المرضى اللي عندهم نقص بروتين بيبداوا يعانوا من تلاقي تسمع يقول لك ان المريضه الفلانيه شعرها بيخف بعد العمليه. ليه شعرها بيخف بعد العمليه؟ طبعا في جزء منه فيتامينز، يعني الحديد والزنك بالذات من الحاجات اللي هي لو نقص قوي ممكن يوقعوا الشعر، انما في الاغلب العام بقى بيكون السبب الحقيقي هو نقص البروتين. تبقى تلاقي كمان نقص البروتين مش بينعكس بس على الشعر، عايز كمان على الضوافة على الجلد. احنا الجلد مشدود عشان طبقه الكولاجين، طبقه الكولاجين دي بروتين، والهرمونات كلها معظم الهرمونات بتاعتنا على يعني مكون اساسي فيها البروتين. انما كمان حتى طبقه الجلد بتاعتنا هي قايمه على او السنس بتاعتها على 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 الكولاجين، والكولاجين ده بروتين، فنقص البروتين ديفنتلي يخلي حتى كمان الترويج شكلها اوحش. فاحنا دايما في كل العمليات سواء كان تكميم او تحويل او حتى تلبيس او حزام دايما بنقول للمريض بتاعنا لازم تبقى عارف انت بتاخد كميه بروتين قد ايه في اليوم، واحنا محتاجين كميه من 80 ل 120 جرام بروتين في اليوم، يعني في المتوسط حوالي ما بين 8 كيلو الى 10 كيلو بروتين يوميا. هو طبعا مش عارف ياكل الكميه دي على وجبه واحده، واحنا مش حابين ان هو ياكلها على وجبه واحده كمان، احنا بنحبه بالعكس يقسمها. الفتره الاولانيه اللي هي 6 شهور الاولانيه احنا بنحبه يقسمها على 4 وجبات خلاص، 2 اسمهم الغداء و2 اسمهم العشاء. في الغداء بنحب دايما المريض ياكل ما يعادل حوالي 30 ل 40 جرام بروتين ويكررهم تاني بعد ساعه. وفي العشاء ياخد برضه حوالي 20 او 30 جرام بروتين ويكررهم تاني بعد ساعه. ان هو حقيقه في الفتره الاولانيه المعده مش هتشيل اكتر من 20 30 جرام بروتين بالنسبه للتكميم، ممكن اكتر شويه بالنسبه للتحويل، بس يعني قول 20 جرام للتكميم و30 جرام للتحويل. ومطلوب في اليوم 80 ل 120 جرام بروتين.
فاحنا في رمضان بالذات بما انه هيبقى من الصعوبة ان احنا نعمل بقى يعني هذا الموضوع، بعد ايه بننصح انه في وجبة الغداء في وجبة الفطار قصدي يبقى فيه بروتين، ولازم ننصح ان يبقى في وجبة تانية سواء كانت دي وجبة هتبقى مثلا على الساعة 12 بالليل او هيأجل هيدخل اللحوم في وجبة السحور. انما كل واحد في اليوم لازم يبقى، والمنصح برضو كل حد انه في يوم يوزن قطعة اللحم اللي هو بياكلها، لان احنا بقول الناس مثلا انت محتاج قطعة لحمة في حدود 100 جرام، فنفاجئ بان هو بياخد قطعة قد كده وشايف ان ده 100 جرام، خلاص لا لازم يوزنها عشان يبقى عارف تقريبا 100 جرام مثلا من الفراخ تعادل تقريبا ربع فرخة تقريبا، 100 جرام من السمك هتعادل تقريبا نص سمكية من اللي هو كيلو يعمل له سمكتين او ثلاثة. بالنسبة للحمة تبقى تقريبا قطعة قد حوالي يمكن اربع صابع وزيادة شوية صغيرة. كويسة او كافية جدا في المطاعم، في المطاعم في اوروبا بيحطوا قطعة اللحمة في الحجم ده. وهو معظم الستيك الموجود في المطاعم هتلاقي اقل حاجة 120 جرام او 180 او 240 جرام، خلاص احنا مش محتاجين الكميات الكبيرة دي كلها. احنا فقط محتاجين 100 ل 120 جرام is more than enough، وده احتياجاتنا حتى في الناس العاديه اللي هي ما بتاكلش اللي هي مش عامله عمليات ولا حاجه. في الفتره الاولانيه لا ننصح بان المرضى بتوعنا يفطروا على تمر، انما ممكن بعد كده بس ننصحهم ان هم يتناول تمر او اثنين بحد اقصى ثلاث تمرات، ما يزودش عن كده في وجبه الفطار. طبعا التمر له فوائد كتيره، بس التمر برضو الحقيقه له فيها سكريات عاليه جدا، واحد الحاجات اللي بتعمل دامبنج بسهوله يعني. فده من ناحيه التعليمات اللي هي الاساسيه في الوجبات. بالنسبه للحلويات بقى، هل احنا هنسمح للمرضى بتوعنا ياخدوا حلويات ولا لا؟ في التكميم دي نقطه ضعف العمليه، انما لو احنا يعني حسبنا السعرات الحراريه اللي موجوده في اليوم، فاحنا لا يجب ان السعرات الحراريه دي تتجاوز 1200 ل 1500 سعر حراري في اليوم. لو قطعه كنافه زي اللي احنا شايفينها دي هتكون القطعه اللي هو البايله دي ممكن توصل تقريبا حوالي 700 ل 800 كالوري. فهل هو هيحب ان هو ياخد نص احتياجاته في قطعه الكنافه دي، يعني فقط يضيع نص الاكل في سبيل قطعه الكنافه؟ شيلوا الصوره لو سمحتوا من على الشاشه. لو هو حب كده هو حر، ما عندناش مشكله. الصوره دي بتتعبني نفسي، هي صوره مشمئزه الحقيقه. لو هو شايف ان هو من الافضل لتوزيع السعرات الحراريه بتاعته انه انه مثلا يفوت وجبات في سبيل ناكل قطعه كنافه، اوكي. انما المشكله بتكون ان هو بياكل الكنافه عاوز ياكل كمان حاجات ثانيه. التكميم دايما 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 عندنا خطوط حمراء على نوعيه الاكل، دايما بنحذر المرضى بتوعنا ان هو مش من نوع الكنافه ولا من نوع الحلويات. عاوز اقول حاجه، ان الناس الرفيعين بيحبوا الحلويات. يعني معظم الناس اللي عندهم اللي وزنها مثلا 50 كيلو 55 كيلو محبا. يعني انا مثلا المدام بتاعتي رفيعه خلاص، وهي عاشقه للشوكولاته. بس هي تتعامل مع الشوكولاته ازاي؟ هي بتفتح الشوكولاته وطلع منها، يعني ايه، انا بقعد اراقبها، طلع منها حاجه قد اول صباع كده، تاكلها وتحطها تاني كانها جوهره، تحطها جوه الشنطه. الناس اللي هم بيحبوا الشوكولاته مش لازم يكونوا زوين، بس الفكره في المبالغه بقى. يعني قصدي لو هي تاكل مربع كنافه او قطعه صغيره كل يوم في اطار السعرات الحراريه، ده مش هيمثل مشكله كبيره، ده ممكن يبقى 200 250 سعر حراري، من 1500 مش مشكله. مرضى التحويل بقى وضعهم مختلف شويه. العمليه هنا هتساعدهم كتير قوي في الموضوع ده. انت لو قعدت شويه مع عنين التحويل هتلاقي ان هو بعد فتره يقول لك لا والله انا اخر مره اكلت كنافه كان من سنتين. الكنافه لا تمثل مغرض، لان الدمبك الحقيقه حاجه من الحاجات اللي احنا صحيح احنا بنحبها قوي، بس هي بتبقى رخمه يعني. يعني بتاكل حاجه مسكره وتلاقي نفسك بقيت تدوخ وتنرفزت وبدا العرق ينزل كمان ووشك احمر، وكل ساعتها بتقول لك ايه، في ايه، مالك، ايه خير، ايه اللي حصل، خلاص. لان الواحد مثلا تعرض الى يعني مثلا مشكله او حد كسفه في حاجه جامده قوي. فالتحويل يعني لو في ميزه اساسيه في التحويل حقيقة هي في الحته دي، تمام، انها بتخلي المرضى بتوعنا بعد فتره، طبعا ما بيوصلوش للمرحله دي على طول، لان العقل الباطن برضو بتاعهم ما زال لم يتاقلم على ان الحلويات وحشه، هو ما زال متاقلم على ان الحلويات دي حاجه لطيفه. فعبر ما يتاقلم العقل الباطن ان الحلويات دي حاجه دمها تقيل وبتعمل مغص وبتعمل غثيان وعرق وبوت وقلوشه يحمر ويقعد يعرق، تاخد لها فتره. فبتلاقي غالبا بعد مثلا سي
يعني مش لازم 6 7 شهور، اقول مثلا يمكن سنه ونص سنتين، هتلاقي لما تيجي تساله مثلا على الحلويات يقول لك والله يا دكتور انا اخر مره اكلت كان مضمش الفده اللي قبله. فدي لطيفه. انما مسموح لهم ياكلوا حلويات؟ اه مسموح لهم، كميات صغيره كده مش تعمل دامبنج، انما كميات كبيره. يعني دايما بقول ان مربع مثلا بسبوسه 5 في 5 سم نادرا ما هيعمل دامبنج، مربع كنافه 5 في 5 سم نادرا ما هيعمل دامبنج، انما مربعين اه لا هيعمل. محمود يعني متوصى بينا بالصور القطايف والكنافه، وهنا هو في حالات اغماء ودامبنج بدات تظهر في الجمهور، وانا نفسي يعني طبعا معلش اعذرنا يا فندم، انا قعدت مشدوها تجاه الكنافه تجاه القطايف، وعمال كل ما حضرتك تجيب سيره الكنافه اتخيلها بكل اشكالها. فانت احنا عايز بقى بنشجع الناس كمان انهم ينتهزوا فول شهر رمضان، شهر كريم بيجي مره في السنه، وانه في حاجات تانيه مهمه جدا تعمل في الشهر الكريم ده، مش فقط الشوكولاته الحلويات والبسبوسه، ده شهر كريم يسحب فيه الدعاء ويسحب فيه الصلاه ويسحب فيه الاكثار من الحاجات اللي مالهاش علاقه قوي بالاكل. تمام، دي اول حاجه. اخر حاجه بس برضو افتكرتها دلوقتي كمان الفيتامينات. احنا الفيتامينات مهمه في بعد عمليات التكميم والتحويل، ومهمه برضو في رمضان، مش عاوز حد يهمل في الفيتامينات في رمضان. الحاجات اللي كانت بتاخد مع الفطار هتاخد مع الفطار برضو، والحاجات اللي كانت بتاخد بالليل هتاخد مع السحور، والحاجات اللي كانت بتاخد مع الغداء هتاخد في نص اليوم. انما مهم جدا ان هم يلتزموا برضو بالفيتامينات اثناء فتره رمضان. كل سنه وحضرتك طيب ونورتنا، وطبعا اكيد حوار ممتع ورائع جدا، وكل سنه وانتم طيبين، ويعني وسامحونا ان احنا ما قدرناش نتحمل هذه الصور الرائعه، وان كان طبعا انا عارف مين اللي حط الصور دي، وهطلع ان شاء الله بعد الحلقه اخد حقي منه. كل سنه وانتم طيبين وخليكم دايما معانا. انا مش قادر اضحك، انا نفسي ارجع اعيش زي زمان. لكي يكون تجميل الاسنان ناجح ينبغي على الجميع ان يلاحظوا القاسي والدالي. لازم يبقى الجمال ظاهر، محدش يعرف هو جميل ليه. يجب مراعاه العلاقه بين الفم وتفاصيل الوجه عند تجميل الاسنان. اولا مواصفات اسنان الست غير مواصفات اسنان الراجل. الناس تيجي تقول لك ايه، انا مش عايز ابني يبقى اسنانه مشرشره، سويها لي. لا، ده كاركتر للاطفال. العم دوت لا، حالته مش كويسه خالص. طب كل من الاسنان جزء من خطه العلاج وليس كل العلاج؟ ليه ما بيبقى جزء من خطه العلاج؟ الوضع دوت يمشي كذا ما يمشيش كذا، لا، الناس بتبقى جايه متسستمه. مفيش حاجه اسمها الحل الوحيد هو كذا، لا، الاول نشخص. المفروض الجمال الناس تقول الله ايه الجمال ده، بس ما يعرفوش ان احنا مركبين، او احنا عاملين فينيرز، او احنا عاملين وات ايفر، هو ايه، انت حلوتي وخلاص، هو كده.